السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نغطي لكم ابتكارات الصين في الرياض بحي الياسمين على شارع أنس بن مالك. تابعوا معنا التغطية الآن. ما شاء الله. هذا الصحون، هذا الواحد 23، هذا الصحون، هذا الواحد على ريال وربع، هذا هو الصحن على ريال وربع. صحن 11 ربع، هذا الصحن 3، هذه الثلاجات، هذه الثلاجات على 80 60 على حسب حجم. هذه على 50 ريال، 34 سنة تقديم. هذا على 18 صحن تقديم. هذا صحن حلا، هذا
هنا مباحر هذه على 26 هذه الفازات ما شاء الله تبارك الله هذه على 71 على 23 صغير هذا المذهبة هذه علم مناديب 17
هذا خطفه. طاولات هذا التحف في الدور الثاني في ابتكارات الصين. ما شاء الله هذه الأكواب. أي كوب هنا على 5. هذه الأكواب على 11.5. هذه على 5. هذه الصحون ملونة أشكال جميلة ما شاء الله. صحن واحد على 5. هذا في الدورة الثانية في ابتكارات الصين بالرياض على شارع أنس بن مالك. هذه الثلاجات. وبكذا انتهت تغطيتنا في ابتكارات الصين في الرياض. ترقبونا بمقاطع أخرى ولا تنسوا الدعم واللايك والاشتراك والنشر. نشوفكم على خير، في أمان الله.